هل لبس المرأة للضيق القصير أمام النساء محرم أم لا وعند المحارم؟ وما هو اللبس المشروع يا فضيلة الشيخ أمام المحارم مأجورين؟ اللبس المشروع للمرأة أن تلبس كل ثوب يبعدها عن الفتنة وعن الدخول، في قوله عليه الصلاة والسلام: ثنتان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم ثياب كأعناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالثياب الضيقة التي تكون كالملصقة على البدن لا شك أنها ثياب كافية، ولكنها ولا ثياب كافية أي تكسو المرأة، ولكنها في الحقيقة عارية تعريها تعري المرأة، لأنها تصف حجم جسدها تماما. وهذا النوع من اللباس لا يجوز اللهم إلا عند الزوج إذا لم يكن في البيت أحد. وأما إذا كان ضيقا لكنه ليس إلى هذا الحد فإني أرى المنع منه والبعد عنه، لأنه قد يحدث فتنة ولو كان عند المحارم من الرجال ولو كان عند النساء أيضا، لأن النساء قد يفتتن بالمرأة إذا رأينا شيئا بدنها يعني يوصف حجمه وإن كانت امرأة، وهذا شيء مشاهد. لذلك أرى منع هذا النوع من اللباس، وإذا فالمشروع أن يكون اللباس لباس المرأة واسعا فضفاضا سابغا إلى قدميها، وأما في اليدين فالمشروع أن يكون إلى الكفين. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو في رسالته في عورة المرأة ولباسها بأن نساء الصحابة كانت أكمام ثيابهن إلى الكف وأسفلهن إلى الكعب، هذا إذا كانت المرأة في بيته. أما إذا خرجت للسوق فإنها تلبس القفازين من أجل ستر الكفين وترسل الثوب إلى شبر أو ذراع من أجل ستر الأقدام. نعم، بارك الله فيكم.